أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، عندما أحتلم لا أستطيع أن أغتسل بالصباح لأن الاغتسال في الصباح يسبب لي أمراض، ثم أقوم بالاغتسال في الظهر وأصلي الفجر في وقت الظهر، والسؤال: هل عملي هذا جائز؟ هذا غير جائز، لأن الواجب الصلاة في وقتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات محددة. فإذا كنت لا تستطيع الاغتسال في وقت الصلاة فإنك تتيمم بالتراب وتصلي، لأن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء للمريض أو لعاجم الماء. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأباح التيمم للمريض ولعاجم الماء. فأنت حسب سؤالك أنك مريض ولا تستطيع الاغتسال بالماء في وقت الفجر لأنه يؤثر عليك، فتيمم وصلي. فإذا جاء وقت الظهر اغتسل للظهر، تغتسل للظهر. إذا استطعت الاغتسال تغتسل للصلوات المقبلة. أما الصلاة الفائتة فإنك تيممت لها وصليت وفعلت ما تستطيع.